هلا اكيد باطار الثقافه وباطار اهميه اللغه رح تطل علينا الدكتور سلمى عبد الله، باحثه ومؤلفه، لتحكينا عن مؤتمر تحت عنوان اللغه العربيه وادابها اسس تطوير التعلم والتاليف، قراءات بالواقع والرؤى. صباح الخير دكتور، واهلا وسهلا فيك. صباح النور، شكرا على استضافتكم. الله يخليك. هل قد اللغة العربية ثقيلة إذا فينا نسميها بين اللغات؟ بالقيمة. بالواقع أبدا هذا التوصيف مش صحيح. نعم. اللغة العربية أبدا مش ثقيلة ومش صعبة مثل ما الناس بتحكي، أي. لكن نحن بعدناها عن حياتنا أها. وما اشتغلنا على تطويرها، لربما لأنه نحن مش عم نشتغل على تطوير أنفسنا، وبالتالي نعم. اللغة بتلحق الإنسان. 100%. بس نحن بنحكي نعم. شيء بنكتب شيء تاني، يعني يعني غير الفصحى غير لغات، اللهجة المحلية. يعني بالحكي بكل دول العربية بنحكي بلغة، إنما الكتابة موحدة إذا فينا نقول بالفصحى، بينما طبعا هيدا ببلاد العالم اللي بيحكوه بيكتبوه. هلا في ديالكت طبعا بتفرق شوي. هيدا الازدواج اللغوي يشكل جزء اساسي لربما من الصعوبه، اذا بدنا نحكي عن صعوبه، لكن كان ممكن تخطي هيدا الامر بمقاربات مختلفه. يعني اذا بنرجع بالزمن يعني عشرات السنين، مش كثير، 40 سنه يمكن، نعم. بلبنان بنشوف انه كانت اللغه العربيه الفصيحه لها حضور بحياه الناس، خصوصا المثقفين يعني، صحيح. والاعلام كان له دور كثير كبير. نتذكر كثير منيح الاعلاميين كانوا يستخدموا اللغه العربيه الفصيحه ويقاربوا صحيح. البرامج المختلفه بلغه عربيه فصيحه، حتى المسلسلات كان هناك قسم كانت كثير بالفصحى. كبير. صحيح صحيح. نعم، وهيدا بقرب اللغه من الناس، وبالتالي بحن فيها وما بيعودوا يحسوا هالفارق الكبير وهالمسافه الكبيره يلي بتفصل بينهم وبين لغتهم. طيب هون قصة الصعوبة دكتور بإطار اللفظ، يعني بنعرف قديش في أحرف، الظه والزي والذال كله عم نحكي كأنه حرف زد بالأجنبي، بس في 3 ألفاظ، يعني قديش صعب واحد يقدر هيك يوازن باللفظ ومخارج الحروف والأحرف المضخمة والمرققة وغيرها. شوفي، كل لغة لها خصوصيتها، يعني لا شك اللغة العربية في عندها هيدي الخصوصية، لكن أنا ما بشوفها عقبة يعني، وما بشوف إنه هيدا الأمر يحول دون مقاربة اللغة العربية ودون نشرها، دون التعاطي معها لربما بفخر وبمحبة، وهيدي الأمور بتذلل الصعوبات وبتخلينا نتعاطى معها بطريقة تانية. أنا بدي أعطيكي مثل على اللغة الإنجليزية. نعم. اليوم إذا بنجي بدنا نقرأ اللغة الإنجليزية، بالحقيقة ما في عندهم أي تبرير لأي لفظ للحروف، وبالتالي كل تبريرهم هيدا استثناء وما بنعرف ليش بنلفظها هيك، وبالتالي أي متعلم للغة صح الإنجليزية هو بحاجة صح لفترة من الزمن تيعتاد على الأمر تيعرف يقرأها. بالوقت وبكل اللي اللغة منطقة شيء، العربية كمان مطرح بمدوا اللغة، نعم مطرح نعم بيقطشوا الكلمة، مطرح 100%. والتقاش اوقات صحيح، بتنلفظ اوقات ما ذا بت... آه. وذا آه. 100%. طيب ما دام اليوم الدكتور المؤتمر اللي عاملينه اللغه العربيه وادابها، شو رح يكون يعني مضمونه؟ يعني العنوان اوكي مفهوم، بس في مضمون، يعني مضمون أكيد معين للبحث فيه، لانه العنوان أكيد كتير أكيد. كبير. أقول راح يصير الثلاثة ب7 أيار، يعني بعد نعم العطلة، بأكيد جامعة الأنديو بقاعة عصام فارس. حقيقة هيدي رح يكون ب7 أيار، المؤتمر عنوانه كبير، لكن نحن رح نجرب نقوم بخطوة بهالمسيرة يعني الكبيرة. أنا شخصيا يعني شفت حاجة كتير كبيرة لتطوير أسس تعليم اللغة العربية حلو. والتأليف باللغة العربية، مشان هيك عم نحاول إنه نسلط الضوء ليس أكثر يعني بهيدا المؤتمر على بعض الأمور يلي عم تعيشها اللغة العربية، ونحاول إنه نقدم بعض الرؤى، بعض المعالجات يلي ممكن إنه تودينا يمكن لمحل أفضل. نعم. طبعا رح يكون في أكاديميين، تربويين، مؤلفين، أساتذة دور نشر، أكيد. كلنا مع بعضنا رح نجرب نساهم بالوصول إلى
طيب رؤى لربما تكون مساعدة. طيب اليوم مثل ما عم شوف الطلاب بالمدارس عم بيرفضوا انه يتعلموا العربي، بيقول لك شو بدنا فيه، او بيقولوا صعبة، انه فتحة وضمة ومفعول به ومفعول لأجله، هذه التعقيدات كلها، بيقول لك انا شو بدي فيه يا اخي، بتعلم لغة وخلص. الحق عمين هون بهذا الموضوع؟ يعني نبدأ أولاً المشكلة أو الحق على الإنسان العربي بشكل عام. نعم. ومنرجع بعدها على وزارات التربية والثقافة وبعدها على مؤسسات التربوية يلي اليوم ما كتير عم تشتغل على مقاربة تعلم اللغة العربية بطريقة متطورة، بطريقة جميلة، مشوقة، مبسطة يعني، محفزة للطالب، مبسطة له. يعني أنا ما عليهم بدي أتوقف عند محطة صغيرة رح تكون موجودة بمؤتمرنا، وهي بالحقيقة هيدي فكرة أنا يعني ابتكرتها، هي تعلم قواعد اللغة العربية من خلال المسرح، ورح يكون في عرض رح يكون في عرض لثلاث مشاهد، كل مشهد بيحمل مهارة محددة من مهارات القواعد، رح يقدموها طلاب بالجامعة للحاضرين تنثبت انه نحن مش جايين نحكي نظري فقط. بالحقيقة انا نقدر. يعني عندي اصرار انه نقدم مقاربات تطبيقية حتى نقنع الاشخاص الموجودين وخصوصا التربويين انه نحن قادرين نعمل شيء ولو على صعيد مبادرات فردية، لبين ما كنا وصلنا لمبادرات يمكن اوسع على الصعيد حكومي او على صعيد دول، يعني لأنه المسألة بدها تحرك على هيدا دكتور الصعيد. بس في سؤال هيك إذا بنختم فيه كمان، في اتجاه لدى الجامعات خاصة الجامعات الخاصة أنه معظم المواد تعطى باللغة الأجنبية، يعني في مواد ممكن كمان تعطى بالعربية. بلبنان في عنا ميل للغة الغربية إن كان فرنسي أو إنجليزي، صح؟ أكيد صح، وهذا الشيء مش بس بالجامعات، يعني المدارس اكيد، بس انه في لغه عربيه في جامعات ولا يمكن تلاقي ولا ماده باللغه العربيه مثلا. صحيح، حتى هناك جامعات كانت تفرض على الطالب انه انت قبل ما تتخرج من الجامعه مفروض على الاقل تاخذ صف لغه عربيه. اليوم في جامعات تتجه الى الغاء هيدا القرار. طبعا كل هيدي الامور تساهم في ابعاد اللغه العربيه عن انسانها، عن هالطلاب، عن الناشئه، وهيدي هون المسؤوليه. مش هيك انا بدات حديثي ان قلت انه الانسان العربي هو مسؤول عن الواقع يلي وصل يعني اللغه واهميتها. يعني يعني اليوم الطالب رح يفهم انه في يشرب كاس مع ابو النواس. أكيد، ليش لا؟ ليش لا؟ صدقني صدقني حضارتنا اللغة العربية حضارة جميلة جدا، ونحن اللبنانيين ساهمنا بنهضة اللغة العربية. حرام ما نرجع نعيد. نعم نعم، إن شاء الله هيدا نتمنى يعني ونصبوا إليه. لك يعطيك ألف عافية مدام سلمى، الدكتور سلمى عبد الله الباحثة والمؤلفة، يعطيك ألف عافية، وبانتظار سبعة الشهر لنشوف شو بيتضمن، ويا ريت بيكون في بيناتكم بين المدعوين إعلاميين ومذيعات ومذيعين كمان لتحسين اللغة. نحن منوجه دعوة مباشرة للأو تي في هلا، وبنتمنى أكيد بنتمنى يكون في إعلاميين لأنه هن رح ينقلوا الصورة بطريقة أكيد أخرى. شكرا لك مدام، يعطيك ألف عافية ويومك مبارك.